اهلا اهلا، السلام عليكم اخواتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد، نهار جديد. هذا الفيديو صراحه ماشي جديد وانما راه كنت صورته فاش يعني كتباديها معكم، فجاوا عندي البنات ويلاه كتب انني نمنطي ونحطو لكم ان شاء الله. فندوزو باش نشارك معكم لي سيغار ديال الكاوكاو. غادي ندوز باش غادي نبارطاجي معكم السيغار ديال الكاوكاو، حشوه اللي كتطلع اقتصاديه، والمذاق ديال هاد لي سيغار كيجيو واعرين البنات. جربوهم وردوا عليا الخبر، راه ما كتحسوش براسكم انكم كتاكلوا الكاوكاو، واخا الكاوكاو راكم عارفين المذاق ديالو صراحه بنين بزاف. انا كيعجبني صراحه هذا السيغار ولا البريوات ديال الكاوكاو على اللوز، والله القسم لحقاش الكاوكاو سبحان الله فيه واحد المذاق اللي هو سبيسيال. المهم انا بالنسبه ليا ناس واحدين اخرين عاوتاني الاراء والاذواق كتختلف. المهم بالنسبه لي انا كنفضل انا السيغار ديال الكاوكاو على البريوات صراحه. المهم بالنسبه هنايا للكاوكاو عندي 500 غرام ديال الكاوكاو، الكاوكاو الرومي. انا درت هنا الرومي اللي مقشر. اشنو كنديروا ليه؟ كناخذوا نفس الموال ديما. المهم كناخذ الكاوكاو ديالي كنجيبو كنغسلو مرة الاولى، كنديرو في واحد الكاسرونه ولا كميله، كنخوي عليه ميها، غديروا عليه واحد طريف د الحامض، ما كانش الحامض ماشي مشكل، غادي تشعلوا عليه البوطه وغتخليوه يغلى مزيان حتى كتبان لكم ديك الكشكوشه الفوق. انا حتى هذه المرحله درتها البارح بالليل، داكشي علاش ما بارطاجيتهاش معكم. غتبان لكم ديك الكشكوشه في الكاسرونه شنو غنديروا، غير كيغلى مزيان وكيطلع ديك الكشكوشه غادي ناخذوه غنوليو نصفيوه ونبدلو ليه الماء، نديرو ليه الماء واحد اخر ونرجعو عاوتاني فوق البوطه كيغلى الغليه الثانيه. ملي كيغلى الغليه الثانيه نخليو ثاني واحد 5 ديال الدقائق ولا 10 دقائق يغلى مزيان صافي. عاد غادي نشدوه نصفيوه في الصفايه ونحطوه هكا في واحد اللاطه كنا زربانين به، غادي نشدوه ندخلوه الفران نصهدوه باش ينشف. ما كناش زبانين به كما انايا، راه شديته وخليته غير تمايا فوق الرخامه، حطيته في اللاطه وخليته فوق الرخامه حتى نشف. يعني عاد ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نقليه. ما كنصحكمش انكم ديروه في الفران، من الاحسن انكم تقليوه لحقاش ملي تيكون مقلي كيعطي المذاق ديالو زوين. هنايا غادي نحتاج لواحد 100 غرام ديال اللوز، 100 غرام البنات ديال اللوز. بالنسبه للوز ما غاديش نقليه، غادي نطحنو بحال هكا يخضر، غادي ناخذو وغادي نطحنو هكا خضر، يعني ما غنزيد ليه لا سكر لا حتى شي حاجه بوحديتو. 100 غرام ديال اللوز راه واحد الحفينه، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، وغتعطينا واحد المذاق اللي هو خطير ان شاء الله لهاد لي سيغار. دابا ان شاء الله غادي ندور لكم الكاميرا باش نكمل لكم هكايا باقي المكونات، وان شاء الله اي حاجه درتها راني غادي نبارطاجيها. كمكونات غنحتاج لواحد المعلقه كبيره ديال ماء الزهر، وهنا عندي واحد 10 دراهم تقريبا ديال البخاليني ديال اللوز اللي كيبقى اختياري، غير هو الا درتوه راه من الاحسن كيعطي واحد المذاق اللي هو خطير بزاف. انا ان شاء الله شي نهار ونبارطاجي معكم بخاليني ديال اللوز منزلي 100% ان شاء الله. هذا غير خديته خديت 10 ديال الدراهم، وغنحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الزبده تكون عامره. تبان لكم هنا راه غير حيت المعلقه زيت بها القرفه داكشي علاش بانت لكم هنايا الزبده منسخه. المهم معلقه ديال الزبده، وعندي هنا معلقه ديال القريفه ورشيشه ديال الملحه، وغادي ناخذ نيسلي كراميل، غنحتاج تقريبا نص علبه ديال نيسلي كراميل. دابا ان شاء الله غناخذ لهاد الكاوكاو غادي نديرو كيتقلى، وهذا غادي نطحنو خضر، يعني غادي يبقى هكا خضر نطحنو بحال هكا خضر، وهذا غادي نقليوه ان شاء الله في زويته اللي غادي تكون بارده. كنأكد لكم الزيت اللي غتكون بارده باش كيتحمر لينا حتى من الداخل صافي. هادشي اللي كاين دابا ان شاء الله ندير هذا يتقلى ونرجعوا نطلقوا. هنايا البنات خديت الكاوكاو قليته، من بعد طحنته في الروبو اولا في المطحنه الكهربائيه حتى ولا لينا بهاد الشكل هذا، يعني كيولي طالق داك ليدام ديالو طالق ديك الزويته ديالو. كنزيد عليه ديك المليحه، القريفه، الماء الزهر، معلقه ديال الزبده، ديك 10 دراهم ديال البخاليني اللي كتبقى اختياريه، غير هو الا درتوه راه تيبقى احسن، يعني تيعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. بالنسبه للوز البنات حتى هو راه شديته كما قلت لكم درتو يعني مسلوق وطحنته
حنتو البنات يعني ما قليتو ما حتى شي حاجه، اللي بغات تقليه فممكن يعني ماشي مشكل. وغادي نزيد ان شاء الله تقريبا جوج المعالق حتى ثلاثه ديال نيسلي كراميل باش غادي نجمعو ان شاء الله الخليط ديالنا. راه كتجي معلكه حشوه خطيره بنينه لذيذه، نتوما كتخلطوا نتوما اوميم طو كتاكلوا فيها هكاك ما كتحسوش براسكم حيت المذاق ديالها لا يقاوم. فغادي نخلط ان شاء الله هاد العقده هذه مزيان، وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نديرها معكم كنعبروا الجرامات. يعني هنا انا صراحه كندير بعض الخطرات عيني ميزاني، وبالنسبه لكم نتوما البنات يعني شوفوا انا كندير لكم هنايا المهم ما بين 10 و 12 13 غرام، يعني ما تفوتوهاش. بعض الخطرات راه انا غير هنايا حيت كنصور لكم درت معكم هكايا اليسيك هذا يعني صبيعات هكايا معبورين، اما في العاده راني كنهز هكا عيني ميزاني وكنبدا كنعمر حتى كنسالي صافي. هنايا كناخذ البنات الورقه ديال البسطيله، انا هنايا كنفضل البنات من الاحسن ديروا ورقه البسطيله ديال البخار كتكون زوينه بزاف والخدمه ديالها صراحه زوينه احسن من الورقه يعني العاديه. فانا دائما فاش كتكون عندي شي كوموند ولا كنبغي نخدم لشي حد صراحه كنخدم بديال البخار كتجي زوينه بزاف، واخا هي زايده في الثمن دابا راه مع العواشر وهذا راه دايرين ليها 30 درهم. فانا كناخذها من درب غلف، كنمشي حتى لدرب غلف ساعات كناخذها. مهم كنقطع الورقه ديال البسطيله ديالي على ربعه بهذا الشكل هذا، الا كانت مدهونه عندكم مزيان، ما كانتش مدهونه فكنستعنوا بشي شويه البنات ديال زيت المائده، ودائما الجهه اللي كتكون رطبه هي اللي نخليوها لتحت والجهه اللي كتكون يعني حرشه هي اللي كنديروها الفوق. فانا هنايا كندهن بشي شويه ديال الزويته وكنحط هكا الصبيعات ديالي كنحاول انني نديرهم بالشكل اللي هو طولي وكنبدا كنلوي بهذه الطريقه هذا. ولا شفنا هذوك الجنيبات خارجين كنوليو نعاودو نقصو منهم البنات صافي، وكنلويو السيكار ديالنا عادي وكنلصقو ديك الحاشيه الاخرى مع شي شويه ديال الدقيق مخلط مع الماء، وهذا الشيء اللي كاين. فانا ان شاء الله غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نكمل لي سيغار ديالي كاملين. من بعد غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نقليوهم ونطفيوهم في العسل. بالنسبه للقليان والطفيان في العسل راه يعني شحال من مره شاركت معكم طريقه. مهم جدا وجودك في تفاصيلي، مهم جدا بغاني ومواويلي، وغيرك يا حبيبي مو مهم عادي، تفز الروح لك لما تناديلي. كل يوم ألقى روحي بتندهلي على عموم. بعد ما كيكونوا لي سيغار ديالي تعسلوا زينتهم هكا بشي شويه ديال اللوز كونكاسي اولا الكاوكاو كونكاسي ولا الايفيلين اللي كان متوفر عندكم، وبالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار هذا يكون خفيف ظريف على قلبكم، وسمحوا لي انني تعطلت عليكم والله ماشي لخاطري اني هاد الايام راني مضغوطه بالعمل. انا غنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، ما تنساونيش لي لايك وتعاليقكم كتفرحني وكتشجعني. باي باي، مع السلامه.